السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إخوتي أخواتي في قناتكم قناة أصول الزراعة. في هذا الفيديو سوف أعلمكم الطريقة الصحيحة لتوريق شجرة العنب، وما هو الوقت المناسب لتوريق شجرة العنب، وهو بناء على طلب الكثير من المتابعين لمتابعة هذه الشجرة التي قلمتها في شهر 2، وطلب مني الكثير من الناس متابعة هذه الشجرة وماذا سوف تنتج هذه الشجرة وكيفية العناية بهذه الشجرة. لذلك أبقوا معي حتى نهاية هذا الفيديو، سوف أذكر الكثير من المعلومات في هذا الفيديو. كما ترون أخوتي أخواتي، هذه هي شجرة العنب التي قمت بتقليمها في شهر 2. وكما ترون إخوتي أخواتي، هذه هي عناقيد العنب، أصبحت بهذا الحجم. هذه هي الحبات، أصبحت بحجم حبة العدس. بهذا الحجم نقوم ببداية التوريق، توريق العنب في هذه المرحلة. إذن الوقت المناسب هو عندما تصبح حبات العنب بحجم حبة العدس كما ترون بهذا الحجم. إجمالا هذه العناقيد أصبحت بحجم حبة العدس، وكما ترون سوف نبدأ بعملية توريق شجرة العنب. هذه هي الأغصان التي تركناها وهي التي أنتجت العنب، وقمت بتقليم الأغصان القديمة وتركت الأغصان الحديثة. الأغصان التي تحمل الثمار كما ترون، هذه هي العناقيد، هذا الطراح أو هذه القصبة كما ترون، هذا أول عنقود هنا، هذا أول عنقود، وهذا العنقود الثاني هنا، وهنا أيضا عنقود ثالث كما ترون، وهنا أيضا عنقود رابع كما ترون، وهنا عنقود خامس، وهنا عنقود سادس كما ترون، كله من طراح واحد أو من قصبة واحدة تركناها حتى تنتج هذه العناقيد. أيضا هذه الدابرة الخلفية التي تركناها حتى تنتج قصبة نعتمد عليها في العام المقبل. هذه قلنا ممكن أن تعطي عنقود عنب وممكن أن لا تعطي عنقود عنب. كما ترون هنا أعطت عنقودا من العنب، هذه هي الدابرة الخلفية، أعطت عنقودا من العنب هنا. سوف ننتقل إلى القصبة التالية، سوف نرى ماذا تحمل هذه القصبة. هذا أول عنقود، هنا تحمل عنقودين، هنا عنقود من هذه الجهة وعنقود من هذه الجهة، عنقودين في هذا في هذه القصبة. هنا أيضا هنا عنقود كما ترون، هذا العنقود، وهنا أيضا هذا العنقود الثالث والرابع، عنقودين في نفس القصبة. هذا كله على قصبة واحدة، كله من قصبة واحدة. أصبح عندنا هنا خمسة عناقيد. هنا أيضا كما ترون هذا العنقود، هذا العنقود السادس، وهنا أيضا في الجهة المقابلة عنقود آخر كما ترون. سوف نحرر هذه العناقيد، عنقود سادس. الآن كيف نورق هذه الشجرة؟ كيف نزيل الأوراق التي ليست لها أي داعي، وإذا أزلناها لها الكثير من المنافع سوف نذكرها أيضا. كما ترون هنا هذه القصبة الصغيرة تحمل عنقودا من العنب، هذه القصبة القديمة، هذه القصبة الجديدة تحمل عنقودا هنا. نزيل كل ما تحت العنقود، نزيل كل ما تحت العنقود، هذه القاعدة الأولى، إزالة كل الأوراق ما تحت العنقود. نأتي إلى هذه القصبة الثانية، أيضا نزيل هذه الأوراق ما تحت العنقود، كل ما تحت العنقود يزال وتبقى الورقة التي هي مقابل للعنقود. هذه الورقة المقابلة له تسمى
بطباخة العنقود أو الورقة التي يعتمد عليها العنقود في الغذاء. هذه هي الورقة المهمة التي يجب أن لا نزيلها، كما ترون هذه الورقة مهمة جدا، وهي طباخة العنقود أو المسؤولة عن تغذية العنقود. إذا نزيل كل ما تحت العنقود، أيضا هذه القصبات الصغيرة التي تخرج ما بين الورقة والقصبة الرئيسية، نزيل هذه النموات الصغيرة، نزيلها أيضا، هذه النموات الصغيرة، هذه نزيلها، وكل ما تحت العنقود نزيله، هنا عنقودين كما ترون. وعندما تصبح القصبة بطول المتر نقوم بقص رأسها، هذا نقوم بقص الرأس إما بيدنا أو باستخدام مقص التقليم. إذا كل ما تحت العنقود يزال، تبقى الورقة التي مقابل العنقود هي طباخة العنقود. وعندما تصبح القصبة طويلة بطول متر نقوم بقصها، قص رأسها. نموات، هذه النموات التي تخرج ما بعد العنقود، هذه نزيلها، هذه قصبات صغيرة نزيلها. القصبات والنموات الحديثة هذه نموات لا داعي لها. طبعا فائدة هذه العملية هي سهولة معالجة الشجرة ورش المبيدات ووصولها إلى العنقود مباشرة، وأيضا تغذية العنقود، وكل النموات التي تحت العنقود هذه وهذه الأوراق أيضا تأخذ غذاء، فنبقي الغذاء يصل إلى العنقود بشكل مباشر. كما ترون هذه أيضا النموات الصغيرة التي لا داعي لها، لا نريد قصبات ضعيفة، هذه القصبة تقوى ويكبر العنقود ويزداد غذاء في هذه العملية. أيضا يدخل الهواء إلى داخل الشجرة مما يجعلها بعيدة عن الأمراض الفطرية والحشرات أيضا. وهذه العملية قلنا أنها تكبر العنقود، تكبر العنقود وتجعله يزداد حجما وتزداد المغذيات للعنقود، لذلك نقوم بهذه العملية. قلنا وقتها هو عندما تكون حبات العناقيد بحجم حبة العدس، هنا نبدأ السقاية ونبدأ التوريق. ملاحظة أخيرة هي إزالة القصبات التي تنمو بشكل خاطئ أو القصبات الزائدة. هذه القصبات لا فائدة منها، إنها تستهلك الغذاء وتشتت عصارة الشجرة، لذلك نزيلها عندما تكون صغيرة بهذا الحجم بسهولة بيدنا. كما ترون هنا نقوم بإزالة هذه النموات والقصبات الزائدة. هذا الجزء من العنقود أو الذي ينمو ما قبل العنقود، هذا يسمى المحلاق، لا أعرف ماذا تسمونه في لهجاتكم. هذا أيضا يجب أن نزيله خوفا من أن يربط عنقود العنب ويغير مكانه أو يؤثر على عنقود العنب، فنزيله بيدنا بهذه الطريقة. هذا هو المحلاق الذي يربط عناقيد العنب ويعلق القصبات في أماكنها كما ترون. وأيضا إذا هناك كان هناك بعض العناقيد الصغيرة جدا، هذه لا داعي لوجودها، لذلك يجب علينا أيضا أن نزيلها. وكما ترون أخوتي أخواتي، هذا هو حمل عناقيد العنب الصغيرة كما ترون، سوف تكبر في الأيام القادمة كما ترون. هذه العناقيد، هذه الدالية التي قلمناها من قبل، الآن نقوم بتوريقها. وهذه هي العناقيد كما ترون، شرحنا بالتفصيل كيفية تقليم هذه الشجرة، سوف أضع رابط هذا الفيديو، تقليم هذه الشجرة في أسفل هذا الفيديو في الوصف. وإلى هنا يكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أرجو أن تدعمونا بلايك واشتراك بالقناة كنوع من الدعم وتشجيع لنا حتى نستمر وحتى يصلكم كل جديد في ميدان الزراعة
دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.